صباح الهنا عليك يا كابتن زينب. صباح الخير يا استاذ نهوان. صباح الخير يا استاذ كريم. صباح الفل، منورانا، سعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا كلام كتير نتكلم معاكم فيه الحقيقه. ما هو بصي، احنا مش جايبين حاجه من عندنا، من اعمالكم سلط عليكم. انتوا عاملين شغل زي الفل في الفتره الاخيره، في مشاركات مؤثره وفاعله ونتج عنها انجازات في كتير جدا من الفعاليات. اللي انا اعرفه ان حضرتك لسه راجعه مؤخرا من ارمينيا، كان في هناك بطولة العالم لو انا مش غلطان، صح كده؟ بطولة العالم للسامبو. اوكي، برضو كلمينا كده عن اللي حصل فيها وخلفية المشاركة. بص، احنا الحمد لله كانت البعثة مكونة من 7 لاعبين. بطولة العالم للسامبو، السامبو ديت من الرياضات اللي نزلت مصر حديثا، وبقت لجنة عندنا في الاتحاد. هي تحت مظلة نفس الاتحاد؟ نفس الاتحاد، الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. معانا بطل العالم فيها كابتن خالد فزاع، تالت عالم، هو الميزان الثقيل بتاعنا الهيفي. هو بصراحة عمل مطوشة جامدة جدا، ومش هكذب عليك، اتظلم في المباراة الأخيرة بين اللاعب الروسي اللي هي أساس اللعبة. كان الماتش بتاعه جميل جدا، هو كان 9 واللاعب الثاني 4، وهو خسر 9-4. بس 9-4 لصالحه. ازاي؟ انذارات. انذار، الحكم انذار في انذار. كان عن استحقاق ولا كان فيها؟ ما هو اتظلم. طب لو هو اتظلم بشكل رسمي وتم الاعتراف بالظلم التحكيمي ده؟ اتظلم، لكن القانون في اللعبه ديت بتقدم اعتراض، لكن ما بيرجعوش يشوفوا لل، يعني اعترض براحتك وخلاص. خلاص، هي النتيجه امشي من هنا لهنا. اعترض. وبعدين اللعبه كمان اساسها روسيا، واللاعب اللي بيتظلم منه هو لاعب روسي. صحيح صحيح. فخلاص، هو الافه دي موجوده في كل حته. طبيعي، امر بديهي ان كل مكان فيه الحلو والوحش، لكن مش هكذب عليك، في دنيا الرياضه لازم يبقى على الاقل العداله متحققه، يعني اضعف الايمان. مش قوي زي ما احنا متوقعين. كنت زمان لما كنت لاعبه كنت بتوقع، لما بدات في مجال الرياضه، ان المجال الرياضي دوت هو اكتر مكان سالم، ما فيهوش ظلم، ما فيهوش ضغينه، خالي من الشرور. غالي، خالي. بس طلع لا، كل مكان فيه كده يعني، للاسف، الحمد لله. بس مش هكذب برضو، اللعيبه نفسها والبني ادمين في محاولات ان هم نوصل بيهم ان يبداوا ان هم يرتقوا بنفسهم. لما لاعب يبقى يتظلم ويبقى حكم في يوم من الايام ما بيظلمش، فديت بدايات. يعني لو اتعرض للضغوط بقى، الحمد لله. كويس ان انت ما بتتعرضيلهاش، كويس ان انت صدر الحكايه دي. بص، هو انا اصلا بدايه، انا كنت لاعبه وبطله عالم في لعبتي في الكيك بوكسنج، وبطله دوليه في الكونفو، وبطله ساندو، فالحمد لله. وبس تعرضت للظلم، وكنت لاعبه احتراف. لما تعرضت للظلم قررت ان انا يوم ما هبقى حكم مش هظلم، لاني دقت دوت. يعني ده بيبقى عن تعمد كابتن زينب ولا ايه؟ يعني الظلم بتتعرض ليه؟ بصي هقول لك على حاجه، الظلم وعدم الظلم احيانا بيبقى عن جهل، احيانا اللي بيظلم بيبقى عن جهل، واحيانا عن تعمد. بس انا يعني بحسن الظن بيه للناس واقول ان دوت عن جهل. اوكي. بس الحمد لله زي ما قلت لك خالد فزاع، وعندنا اللاعب محمد عزازي اول افريقيا، جاب اول افريقيا، ما حققش 5 عالم، ومحمد تامر عبد الرحمن عصفور برضو اول افريقيا جاب 5 عالم، البطله سماح عبد اللطيف اول افريقيا وجابت 5 عالم. يعني دعواتنا ان شاء الله ان هم يحققوا اكتر من كده في المستقبل باذن الله. رائع جدا. انا كنت لسه عايز قبل ما تجاوبي، يعني كنت عايز اسالك عن الباك جراوند، لان برضو حلو ان الشخص يكون بطل وبعد كده في رياضه ما، بعد كده يكمل فيها وينهي خبراته بعد كده. يعني نتكلم عن الامين العام لاتحاد الكيك بوكسنج، برضو منصب مش سهل، ومنصب بيتطلب خبرات وبيتطلب خطط مستقبليه كبيره جدا ورؤيه، فاكيد ده كله عندك كابتن زينب. يعني انا عايزه اتكلم شويه عن الشق الاداري برضو بجانب اللعبه نفسها. انا كنت زي ما قلت لك، انا بدات الرياضه وانا لاعبه،
مع الوقت احنا كنا بنواجه ضغوطات لان ما كناش اتحاد، فكنا بنمارس دور اللاعب والاداري لما كنا بنسافر. ما كانش في اتحاد، فكنا بنسافر تبع منظمه خاصه كانت مسجله في الاتحاد الدولي تبع الكابتن محمد صبيح اللي هو رئيس الاتحاد الحالي، طبعا لان هو كان مسؤول مصر في الاتحاد الدولي، فكنا بنقوم بكل الادوار.